ابني طالبين له 8 سنين، له سنه بالسجن. بلال له سنه بالسجن مش محكوم لحد هلا لانه النيابه مصره على الثمان سنين. ما عملش شيء يستاهل الحكم هذا، يعني هم اعتدوا علينا وعلى دورنا وعلى سياراتنا، على على علينا احنا اعتدوا. يعني وين القانون بالنسبه لهم؟ مين بحاسبهم هدول؟ انا بالنسبه لي انا قبل سنه سيارتي تفتفتت من ازاز من مري من كله منهم، رفعت شكوى وهي وجه الضيف ولا شيء، اعتدوا على دورنا. ابني اللي عمله طلع دافع يعني طلع دافع عن عرضه عن شرفه عن بيته، بيستاهلش حكم 8 سنين. موقف لحد الان واجلوه لمدى غير معروف، يعني على ايش؟ على انهم دافعوا عن نفسهم لما اجوا المستوطنين حرقوا سياراتنا وضربونا واعتدوا علينا، ما حدا اعتقل منهم. سياراتنا لحد الان مطبشه على الجبل، وكانوا يجوا يعتدوا علينا وضربوا واحد من عنا من الحي في راسه لحد الان في دم في مخه، وهم ما حد بيحكي معاهم. اما هم يعني الشرطه ولهذا بتدافع عنهم. ابني مطالب مطلوب له من 5 إلى 8 سنين. انا ابني اللي اعتدوا عليه هم احرار، وابني اللي اعتدى عليه وانضرب ابني مسجون. هذا ما في عدل، احنا بنطالب في عدل وفي مساواه. لم يعد الفلسطيني يتوقع ولا حتى اي نوع حد ادنى من العدل من المحاكم الاسرائيليه، لان حتى المحاكم في دوله اسرائيل تدهورت نحو اليمين واليمين الفاشي، وان تتحول لتكون جزء من نظام فاشي ونظام الأبارتايد الإسرائيلي. نحن نتحدث على شعب كان تحت العدوان، وصل الاستيطان إلى أهلنا في الشيخ جراح، إلى أهلنا في الليل، وصلوا أن تنظموا من المستوطنات ووصلوا للاعتداء علينا في بيوتنا. وهذه الدولة تريد منا أيضا حتى أن لا ندافع لا على أنفسنا ولا على أنواعنا ولا عن بيوتنا، ونفس المعتدي موجود في الخارج، والضحية التي حاولت أن تدافع عن نفسها تعاني من أحكام جائرة.